معكم هادي شيبان. العاصمة تجذب عيون العالم للاستثمار في الرياض وفي موسم الرياض. احنا اليوم متواجدين في أكبر وأضخم معرض متخصص للسيارات في الشرق الأوسط. عروض، صفقات تاريخية وفرص استثمارية مجنونة. هيئة الترفيه اليوم هي المنبع الجديد للاستثمار في السعودية من خلال جذبها للشركات المشاركة في موسم الرياض وغيرها من المواسم كثير. تم جذب على سبيل المثال وينتر ويندرلاند، تم جذب معرض ريال مدريد، WWE وغيرها الكثير من الشركات. حتى بلغ عدد الشركات المشاركة في موسم الرياض أكثر من 70 شركة أجنبية. كل الصرف هذا اللي قاعدين تشوفونه من موسم الرياض والمواسم الثانية ترى ما هي كب فلوس أو بعزقة فلوس على الفاضي، هذه بتعود بالنفع للمملكة في المستقبل القريب. ومو هيئة الترفيه هي الوحدة راح تستفيد، لا، قطاع التجزئة، عندك النقل، عندك العقار، عندك الخدمات، كلها راح تستفيد وبتعم الفائدة لجميع قطاعات المملكة إن شاء الله من خلال موسم الرياض ومن خلال مواسم المملكة كلها. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نتكلم عن موضوع الاستثمار في عالم السيارات. هل الناس اللي معهم ثروة يشتروا سيارات مميزة ولا ما يشتروا سيارات مميزة؟ في بداية عالم السيارات، أول ما بلش عالم السيارات بلش على شيء أساسي اللي هو إنه السيارة عبارة عن وسيلة تنقل تاخدك من مكان لمكان وتسهل حياتك وتبسط حياتك. بعد فترة زمنية محددة طلع سيارات جديدة اللي هي تمثل سيارات فخمة فارهة أو سيارات سريعة قوية مشان تلبي الطلب لهاي الطبقة من المجتمع، الطبقة الغنية اللي معهم أموال، إنه يشتروا هاي السيارات المميزة يستمتعوا، لأنهم ما بدوا سيارة عادية موجودة ومنتشرة في عامة الشعب. مصنعين كبار من عالم السيارات بلشوا يصنعوا سيارات مميزة وطلع أسماء عريقة جدا مثل فراري، لامبرغيني، بورشا، حتى في المستقبل في سيارات جديدة طلعت مثل باجاني وغيرها من السيارات الخارقة مشان تلبي الطلب تعون الأشخاص اللي بيشتروا سيارات مميزة. في عدد كبير من الأشخاص معهم ثروة كبيرة، فهو لما يجي يشتري سيارة مميزة، سيارة فخمة، سيارة فارهة، هو أوكي أعطى توجه ووضع أنه أنا وضعي المالي أنه أنا غني. ولكن في أشخاص أغنياء جداً ما بدهم يكون عندهم سيارة نفس الموجودة مع الطبقة الغنية، بدهم تميز حبتين زيادة. فشو أسهل طريقة؟ إنه شركات السيارات بلشوا يصنعوا سيارات إصدار حصري فخم جداً. فمثلاً سيارة سريعة جداً بوغاتي فيرون ممكن يصنعوا منها إصدار خاص حصري 5 سيارات على مستوى العالم. هاي 5 سيارات راح يكون سعرهم مختلف عن باقي الإصدار تاع البوغاتي فيرون، مع أنه البوغاتي فيرون سعرها غالي جداً. فمن هون أجا التميز بعالم السيارات الليميتد إديشن. هلأ شو الوظيفة تاعت معارض السيارات؟ معارض السيارات بتجمع الأشخاص اللي يبحثوا عن سيارات نادرة حصرية مو موجودة على مستوى العالم، بيجيبوا سيارات، بتجمعوا سيارات، بيجوا الناس اللي بيبحث عن هاي السيارات، ببلش يصير في بينهم مزادات إنه مين بده يشتري هاي السيارة. نتكلم شوي عن معرض الرياض للسيارات. هذا المعرض أول مرة بصير، أكثر من 1200 سيارة متواجدة في هذا المعرض. في مزاد عملاق صار في هذا المعرض ما شاء الله. في أول يوم تم بيع 24 سيارة بمبلغ 83 مليون ريال سعودي. فإحنا شايفين إنه في عدد كبير من الأشخاص أجوا من برا، من كل دول العالم، يجوا مشان يشتروا هاي السيارات المميزة الحصرية النادرة المو منتشرة بأي مكان في العالم. في عدد من المعارض بتصير على مستوى العالم مو كثيرة. شو ميزت معرض الرياض؟ إنه أغلب السيارات الموجودة في المعرض ملاك هاي السيارات الحصرية النادرة سعوديين. شو هذا الشيء بفيد المجتمع والدولة السعودية؟ إنه في أموال طائلة ممكن تيجي للسعودية من خلال هاي السيارات، استثمارات، فالملايين هاي تيجي بتدخل بالدخل تاع الدولة السعودية. عدد كبير من الأشخاص أجوا من برا زي ما قلنا، في عدد موجود بالسعودية. الأشخاص المستثمرين اللي شروا سيارات بالسعودية حصلوا أرباح مهولة. في أيضاً مزاد ثاني اللي هو سيارات من خارج الدولة أجت ملاك مو سعوديين أصلاً. هذا أعطى فرصة للأشخاص اللي يبحثوا عن سيارات نادرة من المجتمع السعودي أو المجتمع الخليجي العربي إنه يشوف السيارة أمام عيونه ويفحصها ويشوفها وممكن يشتري هاي السيارة، تعتبر إشي إصدار يستفيد منه استثمار بعيد المدى. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو. بنشوفكم على خير. السلام عليكم.
وبكذا يكون انهينا حلقتنا ونشوفكم ان شاء الله على خير.